السلام عليكم، هذا فيديو لمريض زي ما نشوف قدامنا عن التهاب فطري للأظافر. زي ما نشوف الأظافر شكلهم غريب شوية، صاير لهم تحورات والأظافر شكلهم لونهم أصفر، وأيضا المريض عنده صعوبة في تقليم الأظافر، فهذا اللي شكلهم غريب الشكل هذا. طبعا كل أظافر القدمين بالشكل هذا، القدم الأخرى أيضا بنفس الشكل. أيضا المريض عنده نقرس، فنشوف هذا هو السبب اللي خلاه يجي إلى العيادة، فنشوف أن الإصبع هذا ملتهب وفي إحمرار وانتفاخ. نشوف قدامنا طبعا مؤلم، ونشوف لما نضغط عليه واضح أن فيه إحمرار نتيجة توسع الشعب الشعيرات الدموية، وطبعا يزيد تدفق الدم نتيجة الالتهاب. أيضا المريض عنده هاي ارش الفوت، تحكي عليها اكثر من مره، اللي هو زياده في تقوس نتاع القدم، فنلاحظها في القدم هذه انها تقوس واضح، وهذا يخلي ان الاصابع هذو ما يلمسوش الارض، فالوزن يتركز اكثر على المفاصل هذو، فهذا طبعا يسبب له ارثرايتس اللي هو روماتيزم، وايضا نتيجه الهاي ارش الفوت اللي هو تقوس القدم نتيجه رجله كبيره، فعنده صعوبة في إنه يلقى حذاء مناسب. فنشوف إن الأظافر أو الأصابع يصير لهم ضغط على بعض، فنشوف إن هذا الإصبع لو جينا بالشكل هذا فنلاحظه مضغوط، والإصبع الثاني أيضا هذا يقولوا له هامر تو، يصير لهم زي المطرقة، يعني يصير له متقوس لأن صار له ضغط من الإصبع هذا ومن الأصابع الثانيات. الحاجة الأخرى إنه أيضا عنده جفاف في الجلد، والسبب له تشقق في الجلد بتاع القدم لدرجة انه صار ينزف، طبعا هذه ايضا صار لها تكلسات، فللأسف يعني عنده العديد من المشاكل في رجليه. طبعا زوجته قالت انه طول عمره عنده صعوبة في انه يلقى حذاء مناسب نتيجة حجم القدم بتاعه ونتيجة شكل القدم. نوريكم كيف القدم مقوسة بالشكل هذا، نشوف انه كيف تقوس نتاع القدم، وتشوف ان القتل الاصابع كيف طالعت بالشكل هذا، يعني بدل ما تكون الرجل متزنه او مستويه بالشكل هذا او مسطحه، فنلقاها انها هي مقوسه، تقوس وبعدين تطلع بالشكل هذا. فبالنسبه لي الالتهاب الفطري للاظافر حطيتها على التربنافين 250 ملغ مره واحده في اليوم لمده 3 شهور. بالنسبة للجاوت حنحطه على زايلوبرم على بيرونول 100 ملي جرام مرة واحدة في اليوم، بعدين نعود له بعد 3 شهور. طبعا بالنسبة للأكيوت تريتمنت، لأنه هو عنده ألم والتهاب في الحالة هذه، فنعطي كولتشيسين 0.6 ملي جرام، نعطي حبتين في اليوم، وبعدين حبة واحدة لمدة 10 أيام، ونعطي معها بريدنيزون 25 25 ملي جرام مرة واحدة في اليوم لمدة 10 أيام. هذا اللي هو الالتهاب الحالات الحادة، وبعدين بالنسبة للحالات المزمنة نعطوا اللي هو البيرونول ولا الزايلوبرام. بالنسبة للهاي ارشد فوت واللي هو التقوسات الأصابع يحتاج انه هو يشوف طبيب متخصص في أمراض القدم. طبعا في تخصص هنا في أمريكا الشمالية هو الأوربودايترست، يكونوا متخصصين في مشاكل القدم، فحنحول ليه إن شاء الله. وشكرا.